أنا اسمي أكثم مقدادي، سجلت ابني في أكاديمية بولغا. الحمد لله رب العالمين، في كثير كان عنده ضعف في رجليه وكان ضعف في ما كان يعرف يمارس كرة القدم. الحمد لله هسه صار يقدر يجاري أصحابه وعنده ما شاء الله عليه يعني في تحسن كثير الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا والد الطفل جاد محمد القرعان، ابني جاد عمره 7 سنوات، سجلته بأكاديمية بلوغا لأنها أكاديمية تنصحوني فيها أصدقائي كثير. جاد عمره 7 سنوات وهو بالعطلة الصيفية بدي ينمي مهاراته ويفرغ الطاقة الموجودة عنده، فسجلته بالأكاديمية وهو حلمه أنه يكون لاعب فوتبول، وأنا إن شاء الله راح أتابع هذا الحلم إن شاء الله تزبط معه. أنا نافع الطراونة، والد أحمد الطراونة، سجلت بأكاديمية بولغا. هي أكاديمية كثير ممتازة ما شاء الله، الكوتشات كثير ممتازين، بختاروا عدد أقل من الأطفال عشان يقدروا يعطوا أكثر. مر يعني خلوا عند حمادة مهارة كثير أعلى من أول، وبيهتموا بالطفل بالرياضة باللياقة بتفكيرهم، يعني ما شاء الله عليهم، أكاديمية ممتازة جدا، تجربة كانت رائعة معهم. يعطيكم العافية، أنا والدت الطفل أحمد ومحمد الخالدي، أنا صدقا إلي 3 أسابيع مع أكاديمية بولغا، أكاديمية كتير ممتازة، شفت تأثيرها على أولادي كتير ممتاز، من ناحية الانضباط، من ناحية الترفيه عن النفس، من ناحية قوة الشخصية، كمان الانضباط، لا الحمد لله يعني كتير توفقت بالاختيار بأكاديمية بولغا وإن شاء الله مستمرين معهم على طول. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيف حلقه اليوم كابتن احمد عشاش. يسعد مساك كابتن. يسعد مساكم يا رب، واهلا وسهلا فيك. يسعدك. بدايه، وحضرتك من اصحاب اكاديميه بولغا لكره القدم، عرفنا وتعرفوا الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. اهلا وسهلا فيكم، انا الكابتن احمد عشاش، تخصص تاهيل رياضي، خريج الجامعه الهاشميه. في البداية إحنا كنا في تخصص التأهيل الرياضي والتدريب الرياضي، قبل ما نفتح الأكاديمية كرة القدم كنا موظفين في أحد المدارس الخاصة، كان معاي زميلي ورفيقي الكوتش جابر خليل. بدأت فكرتنا كبداية إنه إحنا الاثنين خريجين تربية رياضية، خريجين أكاديمية التربية الرياضية وصاحبين اختصاص في مجال الرياضة، فكان الطموح والحب لنا والشغف إنه نعمل شيء خاص في الرياضة باسمنا إحنا، فكانت الاقتراح إنه اللعبة الأكثر شعبية في الأردن اللي هي كرة القدم، وكان في عنا نوع من الخبرة فيها، فحبينا إن نطور هذا الإشي إن نفتح أكاديمية بولغا لتدريب كرة القدم. حدثنا أكثر عن سبب تسمية أكاديمية بولغا بهذا الاسم. أكاديمية بولغا، كلمة بولغا هي كلمة إسبانية ترمز للبرغوث، وهو المسمى تبع ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين في العالم وصاحب الكرات الذهبية، فهو اختصارها في الإسبانية البرغوث لليونيل ميسي. عرفنا أكثر عن أكاديمية بولغا، شو البرامج التدريبية والأنشطة اللي بتقدموها بالأكاديمية؟ إحنا مختصين بتطوير وتدريب مهارات أساسيات كرة القدم لفئات عمرية مختلفة، تبدأ الأعمار من عمر 6 سنوات ل 16 سنة، كل فئة عمرية جهة لحال أو بملعب لحال أو مدربين لحال، طبعاً ما بيكون الدمج بيناتهم، كل فئة عمرية لوحدها. شو اللي بيميز أكاديمية بولغا بمجال كرة القدم عن غيرها؟ اللي بيميز أكاديمية بولغا في مجال كرة القدم عن غيرها إنها مش صاحبة نشاط تجاري ربحي خالص. الفكرة عنا إحنا إنه بنتميز عن الغير أو عن باقي الأكاديميات، مع احترامنا للجميع، إنه عندنا العدد محدود داخل الملعب الواحد، لا يتجاوز 16 لاعب داخل الملعب الواحد، بحيث إنه جميع اللاعبين وجميع الطلاب يأخذوا استحقاقهم في مجال الحصة. ما هي نظرتك المستقبلية؟ شو حاب تعمل لقدام في أكاديمية بولغا؟ والله إحنا طموحنا لقدام إن شاء الله، وإن شاء الله إنه ربنا بيعوننا على هذا الإشي. عندنا طموح كتير كبير إنه أكاديمية بولغا ما تقتصر على فرع واحد، بإذن الله رح يكون في إنه أكثر من فرع وأكثر من أكاديمية في أنحاء المملكة بإذن الله.
حاليا احنا بموسم الصيف عم بنعاني كثير امراض زي ضربات الشمس، الجفاف، كيف انتم كاكاديميه بتحافظوا على سلامه وصحه الاطفال اللي بتدربوا عندكم؟ في الخطوه الاولى احنا بنختار الوقت المناسب بحيث انه ما تكون درجه حراره الشمس بذروتها. احنا اوقات التدريب عندنا بتبلش من بين الساعه 6 للساعه 8، ففي هذا الوقت حرارة الشمس بتكون منخفضة نوعا ما، مش زي أوقات الذروة زي الساعة 2 والساعة 3. بالإضافة أنه لما يكون في درجات حرارة عالية بنحاول أنه نعطي راحة بين التدريبات، بين الأوقات للطلاب، نحثهم أنهم يشربوا مي باستمرار في أثناء التدريب. ما هي الصعوبات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ والله الصعوبات والتحديات يعني هي الصعوبات والتحديات اللي بتواجه أي شخص في بداية أي طريق لإله. إنه في السنة الأولى لأن أكيد ما كان عندنا مجموعة الأعداد الكبيرة اللي بتخلينا نفوت المجال بقوة، فكان عندنا العدد محدود، يعني للأمانة يدوب كان يجيب مصاريفها وتكاليفها، بس هذا الإشي ما وقفنا أكيد، ظلينا مستمرين، ظلينا طموحين لحتى بفضل رب العالمين إنه للسنة الثانية هينا متواصلين وإن شاء الله على طول، وصار في عنا أكثر من مجموعة وأكثر من فئة، والإقبال علينا كل ماله بيزيد الحمد لله رب العالمين. ننتقل للجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ والله هاي إحدى الأشياء اللي الواحد بيتمناها أكيد إنه يقابل صاحب الجلالة الله يحفظه. يعني طلبي الوحيد إنه راح يكون إنه إن شاء الله إنه نكثف اهتمامنا في مجال الرياضة والشباب بشكل عام، وبنوجه تحيتنا لكثير كبير لسمو الأمير حسين الله يحفظه يا رب، اللي هو أصلاً ماشي على هذا النهج وعلى هاي الخطى، بس أمنيتنا الوحيدة اللي هي زيادة الاهتمام والثقة بالشباب والرياضة. بس أكيد في حد ترك بصمة بحياة الكابتن أحمد وأعطاه الدافع ليوصل لهي المرحلة، لمين بتحب توجه رسالة شكر على البرنامج؟ والله الشكر الأول والأخير لرب العالمين بصفي، بعد هيك ما بننسى الأهل نهائياً اللي هو شو ما يصير معاكم الداعم الأول والأخير، وشكري الكثير كثير كثير كبير لزميلي وصديقي ومعلمي وحبيبي الكوتش جابر خليل بالتأكيد، اللي هو اللي كان كل ما نحس بلحظة إحباط أو بلحظة زعل لا هو اللي يدفعنا ويحكي لنا لسه المشوار بأول. كيف ممكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتكم؟ تحكي لي موقع الأكاديمية بالتفصيل وطرق التواصل. موقع الأكاديمية اللي هي ملاعب شفا بدران الرياضية بجانب نادي الفصول الأربعة، رقم التواصل اللي هو 078-701-8848، وعندنا صفحتنا الخاصة على الفيسبوك اللي هي بولجا أكاديمية. وبنهاية هذا اللقاء نود أن نشكر الكابتن أحمد على حسن استضافته لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. نورت شاشتنا، شكرا لك. يسعدكم وألف أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. يسعدك كابتن جابر، تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن نفسك. الكابتن جابر أبو أحمد، بكالوريوس تربية رياضية، أعمل معلم تربية رياضية في القطاع الخاص، ونشتغل يعني بالأكاديميات، بنطور قطاع الناشئين، قطاع البراعم من خلال الأكاديميات الخاصة. شرح لنا عن البرنامج التدريبي اللي بتتبعه بتقييم قدرات الأطفال بلعبة كرة القدم، كيف بتنمي هاي القدرات وهاي المواهب؟ بالنسبة للأطفال خلينا نحكي من سن 5 سنوات لحتى خلينا نسميهم الأشبال اللي هو 10 سنوات وفوق، هدول احنا مبدئيا انا شخصيا بركز على الناحية الانضباطية للطالب او للولد اللي بهذا العمر، لانه اذا هو صغير عاملته كشاب يعني طفل اللي عمره 5 سنوات، اذا عاملته بمستوى وفي مدرسة بتتعامل بهذا الاسلوب بده يضل طفل، يعني بدك تضلك انت تتعامل معه على طفل، ما بتبني شخصيته، ما خلينا نحكي بتخليه انه يحس بالمسؤولية. بينما لو عملته كرجل، او بديش اقول كرجل، كأكبر من عمره بشوي، بحيث انه يعرف في قوانين، يعرف في انضباط، يعرف انه لازم يساوي هيك وما لازم يساوي زي هيك، انا هيك بساعده على انه يبني شخصيته، بساعده على انه يتحمل مسؤولية وما الى ذلك. هاي من الناحية الانضباطية. نيجي على النواحي الفنية للولد في التمرين. التمرين هو عبارة عن مهارات اساسية، الاطفال برضو مدارس، يعني في مدارس بتقول لك خلي الولد يشتغل زي ما بده، المهم يستمتع، هذا طفل. وفي مدارس ثانية اللي أنا بتبعها لا، أنا في مهارات أساسية بده يتعلمها، في قوانين، في نواحي فنية، في نواحي يعني خطوات فنية للمهارات اللي بده يتعلمها الطفل. بشكل عام بتصور إنه لازم الولد يتم التعامل معه كأكبر من عمره، هذا واحد. اثنين، إنه يتعلم الأمور كما هي على أصولها،
لأنه مرة على مرة إن شاء الله يعني بتتكون عنده المهارة وبتقنها بشكل أفضل.